الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. جال بحثك زياتر وبربون وابو لقل كومالي أهل كتاب، يعني خاوانا ما آسمانيا كان كوماليك ادعاين هي وكوماليك شتيان راقيان دوك أو شتانا بيتشواني راستين وبيتشواني أوانك لتوراة إنجيلا باسكراوا وجيقل لوش أوان يكي لكاركانيان هاندان و پشیمان بو نوی خلق بو لآین پیروزی اسلام که معمولاً او بحثا منجر ابه با ارتداد و اتبه پاشگز بو نوی لدین للاینی کومل خلقه و خواهی پروردگار باسی اوانه شیبوک کردی نوی یعنی مرتدکان اوانه که پاشگز اب نوی و هر وحا سرنشتی اوانه باس کرد که شریک بو خواهی پروردگار دانین یکی اگل موردی که شکانیان او بو که حضرت ابراهیمیان به یهودی حساب کرد، هر وقت باسی آش مکر و نصرانی کانج به نصرانی حساب یان کرد، بلام خوای پروردگار خصوصیاتی حضرت ابراهیمی با بیان کردین، و باسی آشی با کردین که حضرت ابراهیم با توجه وای ک تورات و انجیل، انجیل دو او نازل بون، ناتوانی نپی روی، نلسر عینی یهودی و نلسر عینی مسیحی بیه، حتی باسی آش مکر که آش مان. خواهی گوره با حنیفی مسلم نایی بر مسلم به معنای مسلمان بون نیه به معنای اویه که گردن یعنی بلای پیروی دین اسلام به معنای نیه بلکه به معنای اویه که گردن کچه بو عینی پیروزی اسلام جا دیاره ام بحثانه که شاویت اوه که باس کن لروگو لقیبلیش که جولکه کن بیجن مثلا بیت المقدس فضیلتی لکابه زیاترو مسلمان کانیش بیجن نخیر کابه فضیلتی زیاترو ام جورشتان خوای گوره دینه باسی اوش من بو اکاچون که اما دامزراندنی به نمای دینیه یعنی کومالک به نما دامزرانه که بشر بپی او به نمایانه جیانی خوایان ببنه سر فرمی این اول بیتی وضیع للناسی براستی سرطایی ترین خانو بو پرستن کدان را بو بشر للذی بی بکتا هر اویه که لما کدان راوه يعني شيء وضع أي وضع للعبادة نجهر بلي أول خانو ودروس كراو وتبع شرف وش خانو يبو أبو تيادانيشن وأمانة بلام أول خانو كبو عبادته فلسطين زياد دروس كراو أو بيت أو كلا سلمك يا أو أول دانية وجعل متعبدا لهم يعني وتفسيري وضع حكاكة وضع للعبادة وكرياوة متعبدا للناس يعني محل تعبد بو خلق كواتبو قرارا اگر اوايليكين وضيع معنى جعليت يا خين جعل متعبدا للناس ايت لناسك تعلقنا بس بوضيعكو بلكو تعلق بس متعبدنك مقدر وك او متعبدنا مقدره بيت مفعول دوام بوضيعه شكو فاعلك يا مستتر به نائي فاعلك يبقى هو أشهده بو أولا بو قرارا قردو مفعولي في بين باعتباري ما كتلميني معناه جعيل ما انكرد به متعبدا كمتعلقي أو جار مجرولي أبت مفعول دو مكر جا ديارة أقر مفعول كشي نائي فاعلك يبقى تيامسل بو أول شيتوا هلقو بو بيت شيتوا بايا شنك اللي هو مزافو مزافو اللي هي لحكمي كان أول بيت يعني كانت أول بيت أول شر بيتك متعبدا لهم والواضعه والله تعالى واضع فقد ذاتي الله يا مثلا وضع للناس آخر واضعك جدان يا أبو خلق والعك يا كي والعك والله واضعك أخوايا وكو خلق الإنسان يجن خالقك أخوايا ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفاعل والدلالة أكال سر أوكا نائي فاعلك يعني واضعك لا أصلا خواهي فالورد قال به أما كباب لسلبي نابو فاعل إخوانياته يعني إخوانياته إن أول بيت وضع للناس يعني وضعه الله للناس
چون که لپش بسی خواهی پروردگار کرده ولی آیات پیش و کاره. للذی ببکت هر آواه کلمه که یعنی چی؟ یعنی للبيت الذي للبيت الذي ببكت هل أو بيتك لبكية بكتشي وهي لغة في مكة أو لغتك لما كان يعني مكة وبكار بشوين يقولون كالنبيطي والنميطي نبيط من ناوي شوين يك مثلا لأصلا النبيتي في أرين لأصلا النميطة ولا النبيتي شو فيها مثلا أوج مكية في أرين بكا يعني إبدال رويدا وبلين لجاقي ميمكا باهات ودي هناني بي لجاقي ميم زور ويعلن أمر وأمر راتبين وراتمين أمر رانشتي دامزرا وراتب يعني دامزرا بي دي بجاقي أوي كألين راتب راتميش ألين يعني مثلا أو بي راتب بلين ميمكا لجاقي بيكا هاتبي إساليوا مثلا نبيط بيكل جيمي مكاهاتوا برام ليردا ما سلالة نرشن أو أمر الراتب بمناسبة لوني مي مكال جيبي كاتبي ولازب لازم يعني بجيجي وبرن لازم يجن لازب رنقة بوباري شابي لقرآن هم أنا طيني لازب يعني شاسبندا لا شايد بجي لازب لازم يشبيع برين هوا فاتم ميم لجيجي بيد دي وبيج لجيجي ميم دي آمن ذلوهم وقيل هي موضع المسجد وأم قصي شكلها بكى شوء شوينيه كمزقوتكيت يايا أي مكة كويا ومكة البلد مكة بشعركي يجن جالة شوهاتوا من بكهو كي عربي يجن بكهو ولا إذا زحمة إذا زاحمه زحمة زاحمة ما ألفية اللي باي مفاعلة مزاحمة مثلا عيسى بريم بكى زيد عمران يعني زي المزاحم عمل وتمي فيها الشني أو من بكهو إذا دقهو يا لبكهو بكهو كقولت يعني بكهو يعني دقهو يعني ورد وخاشي كرد هل كامل كان بيه كواتا فإنها تبك أعناق الجبابرة شنك أو مكايا أو بيتيك في أوثري بكا أقرب محل مسجدك بلينوك وقيلك وتي تبك يعني أهاري ورد أكا گردنی جبارکان یعنی وانی کستم کارن متوجبین ابد جبابیر ابو جبابی ربو چون که جبار تول دوی بی اولا کوا الف زکا جبا ام جالب بی دوم مکسور کریب او اخت الف کی بکریبا یه ابد جبابیر امر اگر یه که حذف کی بعیوزی او یه لآخرات یه که هند أو تيبع يوزي أو زائدة أو الفزائدة جباب الرب روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس أما الروايات بوا كان في غنبر برسيار كراوة درودي خوالي سلبين لسلتاي ترين خانو كدان رأي أبو خلف فقال المسجد الحرام فرمي أول مسجد الحرام ثم بيت المقدس أمر بيت المقدس وسئل كم بينهما برسيار كراوة شن لبيني أنا أبو فقال 40 سنة شرص عليه اللي بينه وقيل أول من بناه إبراهيم أقصش كراوز يعني السلتاعي ترين كزكا كابي جلوس كروا إبراهيم هو ثم هديما فاشا روخيان دراوة فبناه قوم من جرهمين فاشا قوم إلى قبيلة جرهم روسيان كروا ثم العمالقة فاشا العمالقة روسيان كروا توا كعوانيش تايفة فاتشايك إنك عمالقة لولد عمليق بني لا بني لاودي بني سامي بني نوح شنو سلاوا عليكم الله ما تكن كلا ولاتنا بلا وبنتوا وعمالقه بل يعني ثم العمالقه ثم قريش دوها موان قريش امرا وقيل هو اول بيت بناه ادم قيل لك كعبه او سرتايت بيتك كادم دروسيكر فانتمس في الطوفان يعني لا طوفان كي حضره نوح شو انا كي كير ابو ثم بناه إبراهيم وأمر إبراهيم دروسي كذا وقيل كان في موضعه قبل آدم بيت أوش عندنا برجوي كآدم بيل جيكا بيت كتابه كيقال له الضراح كبو بيت أو ترى ضراح ضراح مثلا لا أجرها وخان ما ديو ضريح بيا ضريح منا قبله منا قبل الضراح منا أشياء هاي هالمنزوري بيا أو بيا ك
چونك للحازي باشي كلمه كشو بروزن فعالة بو الصوت اوانا مناسبه وهيج ناضي ويطوف به الملائكه وفريشته توافي عن كردوا ولا فلما اهبط ادم واني وقتك ادم نرى اخواله والا بعش درك لا امي ربي ان يحجه فرماني بيدراك حجبك ويطوف حوله بدوري اتوافك واتى ادم خذ روسي ناكردوا ورفع في الطوفان الى السماء الرابعه برامل طوفان كذا بلو اسماني شوالم حوادر او برسكلات ويطوف به ملائكه السماء اسا اوضر راح ملائكه السماء توافئكا وهو توافئكا ولي وهو لا يلائم ظاهر الايه لغير ظاهر الايه كذا يقناك ريتو شنك عليه اويك اسلبك هيا كواتا امي اسا اعوانيه يعني اوضر راحانيه اگر وابوايا او بيت كدروسكا اويا كبرد وكراواتو نعميك اسا هيا ويا كان بقي لشنات وقيل المراد انه اول بالشرف لا بالزمان وام خي شكرا وبل بيت يعني او بيتي مكا بشرف وبريز قوريا نقب الزمان ريل نذر زمان اولين بيت شاهد اقل دواء اواني شو بيت نذر زمان وبلا بريز زيات له يتربو بيت في اشياء مباركا كثير الخير والنفع يعني بيروز خير زورا نفع زورا لمن حجه واعتمره كسك وحجي أبو عمل بشي توافك واعتكف دونه يعني لدور برياء اعتكافك وطاف حوله بدوريا هرصوري جاء مباركا حال من المستكن في الظرف حال المستتر ناو ظرفك نبوت الذي ببكتا يارا ببكتا متعلقة بحسلي مقدر وأبيت السيلب والذيك دي هو مستتر لو جاء رمجلك هوك والذيك شو منزل همان بيتك حال وايا مباركة يعني سود مندة سودتها وهدى للعالمين والريني شاندرة بوهمو عالمين يعني بو خلق أبتا بو عقلان أبتا عالمين لا معنى أوشيتهين لبقل يعني همو بونوال وكو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهمو عالم لنزل بقري وأمان منتهى ويك الراهن ما يهدايا دولا قرية نيازي بواهايا جاديار أو بيت هدى للعالمين بوشي لأنه قبلتهم كما يتكى قبلي أنا ومتعبدهم شون عبادتي أنا وهل بروا الراهن ما يانو نيشان أداب خلق خداها يو بواري معنويها يو هموشتق لسر ما ديات حسابنا كري ولأن فيه آيات عجيبة يعني نيشانها يكي زور عجيب وسرسر ينرها كما قال أروخ أخوي فرموي فيه آيات بينات لو بيتدا هيا كومر آيات كبشتيان رونو آشكران وكشي يكلوانا كانحراف الطيور عن موازات البيت على مدى الأعصار ويا كمثلا بارندكان لبرامبرين لحن بيتا لا عدن إن منحرف أبن بما ويهم عصر كان أوزقجيه يعني بس كعبة نارون نقبل مزقوتك هرك خدي كعبة أوي يعني وقتي هلفرن مثلا ندي تلاوة هر بس كعبة برون راسته وخبرنا أويك أويك يقلع آياتك أنا وأن ضواري السباعي يعني درندة غلا أعجو مثلا قرقية كي درندة بردو ضواري جمع ضاري يعني أواني كزلالة جينا تخالط الصيودة في الحرمي لقلنا تشيرا كان هو كرويش كوري وشد مثلا او حيواناني كراوة كري ساشاين لو يكرويش كي لينا مثلا بالأخوة بارا لقل نتشيرا كان تيكل دبن لحرمة ولا تتعرض لها دزريشا مناكن يعني مثلا اقر قرقية قليوا بلين بزنكيوية مركيوية قليوا ببيلا خاكي حرمة قرقناش لأخيك وأن كل جبار قصده بسوء قهره وهر جبار يعني هذا صلاة داريكي لأخوانا ترس أقر قصدي أوي بسوء كرد بي يعني يستبتي زرريق لبي أبدا قهره خواهي قورا شكستي في دعوة كأصحاب الفيل يوك أصحاب الفيل جعل أو جملة فيه آياتنا هو الجملة مفسرة للهدى
وكو تفسيري هدى شون هدى يا ابو عالمين ورا لبروي او ايات نشانني تيايا بايات نشانكاني او خلق راس تقانيه كي بودرك او حال اخرى يا اكرف فيه ايات خوي حالك تربيه لالا ميدا كي ناو بيبكتك ظرفك اما مقام ابراهيم يعني جيغي وساني ابراهيم باشا ام مقام ابراهيم لنظر ادبي وشرفتك ما قبلك هي ركاك اما مبتدا محذوف خبره مذاكم خبرك عز وجل جابش خبرك وحسب وجهه ولا منها يعني اوجار مجري منها مقام ابراهيم يعني لو اياتيا كلوي هي مقام ابراهيم او بدل من ايات يعني فيه ايات كآيتك عودا مقام ابراهيم ودخول من وامن من دخله دنيا من دخله كان امنا اوالد وامن من دخله باشا يتشق لوانا مقامك ابراهيم يتشق لوانا امنيتي كسيك كاشيت اوي وانا هم ايات او اكري بدل ببو عبارته جاء وقت اقل بدل به من ايات بدل البعض بدل من ايات بدل البعض من الكل يعني بشيوي بدل بعض الابري كل شنك مقام ابراهيم يق آياتا ولي أو ألي آيات وقيل نولا عطف بيان عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء بل جاء لا أولا وبويا كان عطف بيان كي نالي شنك عطف بيان وق بدلي كل واية يعني أشيء معطوفك ريك بأن زي معطوف عليه به ولي بدل أكري بدلي بعض يجبه كوانت لازم ناكا حتما لبدل تابع قشتي متبوعك به أو بو بدل مشكلينيا أما ديارة بو مقام قتو بجي مقام بدل بكي بعطف بيان بو آيات بكي ببدل أبيه كبدلي بعض بلان بكي بعطف بيان نابه أو قيلة عليك هكا خوة تنيا مقام إبراهيم كتنيا خوينيا زور شي تريها يا كوانت إما أتوان بكي ببدل بعطف بيان نبري آياتك مثلا شون أجر وابي أن المراد بالآيات أثر القدم في يك شويني جي بي كا لناو بردك وش برد الصماء لناو برد سختك مثلا أما بردك سخت بنيامة بابنة سري مثلا جي باكي دياري بي أو واقعا آياته وغوصها وتيتشقيني تاكا بناو بردك تيتشقيني قدمك وغوصها فيها إلى الكعبين أو اشتاكي تيتشقي بي تا امدو خلافه يعني مثلا عايسه طابني ببردي كي زور سخته كبا بيكيش هيچي لنايه اگر شو تسري او نتايره تا خلافه بشقي اما اياته او دوان وتخصيصها بهذه الالانه من بين الصخار شاكا وتايبت كردني او صخره الصماء او برد الرقاه بم الانه يعني نرم كردن لينو دي جاء قال لينك نقل كيب ولا بابي افعال ابي الانا 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 الانو الانت الانتا الانجا متكلم عن غيرك الى قرانا هات الانا له الحديد وما نرم كدوانيا جاء وقت ما استركوك اقامه هات الانا الانا يلين الانتا تايبت كريابم الانين البين برد الرخكان باش بو مثلا بردك نرمي تايبد نكربوا او برد الرقي تايبد كر اما سه وابقاؤه دون اثار سائر الانبياء وهي اشتنوي ام اثر يعني اثر قدي او اثر سر برد دون اما ببيع شنواري تكراي في غمراني تجيني اول شنواري اول نما ولي اما ما وتوا وادي شنواري في غمراني بل لما كاي اول او شنوارا نماون برا او جي في ابراهيم ماوا اما شوار وحفظه مع كثره اعدائه الوف سنه وحبس كردنو هل قلتني او بردا عشان يا او اثرا لقل زوري دجمناني ابراهيم يا دجمناني ام دينا دا او شني الوف سنتين هزاران صار ديار امانه مو ايات ديكواته مقام ابراهيم كتنيا أبو خويبة تانية أوقشت آياتيها كواتبوي هيا لبرابر آياتنا قرار قريبش آياتنا كبريتية لهو أكريم سبوع اعتبار أمرأة فبيان يجبه ويؤيده أنه قرئ
آية وتأييدي أم خصيعة فبيانا أكا كآية آية بينة إشخانيات على التوحيد يعني بمفردي فيه آيات يعني فيه آية مقام إبراهيم. وسبب هذا الأثر سبب أم أسألك لسل أبرده هي أنه يعني إبراهيم أن هنا شأن حال لما ارتفع بنيان الكعبة واختك ديوار الكعبة شو سروا قام على هذا الحجر يعني إبراهيم نسأل أبرده ويسأل ليتبكن تابتواني تمكن فياك لشي من رفع الحجارة لبرزو كرنوي بردك ديك شو أسأل بردك فغاصت فيه قدماه شقية ناو بردك هردو قدمي أو بجور أو أسأل أويا ومن دخله كان آمنا وهركسيج داخلي أو بيتبوي أو أشيت ناو أمنية أما خوي جملة ابتدائية يعني جملة كسر بخوايا وكبلي الرفتي بما قبلكين لنزري إعرابية و بلام لنزري معنى وبا شن باسي بيتك أو شرطية يا أما جملة شرطية ولا معطوفة من حيث المعنى على مقامه مقام إبراهيم أما من حيث المعنى عاتك لي وسأل مقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم يعني فيه آيات بينات من دخله كان آمن أو اختوائي لدي تولي أنه في معنى شنو معنى أمن من دخله يعني أو فيه آيات بينات آية بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله أي ومنها يعني أجل فيه مقام فيه آيات بي آيات بينات أمر مقام إبراهيم لسان التركيب أولي كوتمان معنى وايا منها مقام إبراهيم يعني أخريك لمعنى كما والد آيوا بارد الله كوتمان أقل جملة سر بخوبية نا أقل جملة سر بخوبية منها مقام إبراهيم أمر أميش يعني منها والدته ومنها أمن من دخله أولي بسديت يعني للحازم هنا أو فيه آيات يان عطف يعني من حيث المعنى نقب وسر مقام بلقو بوسر فيه آيات بينات بوسر فيه آيات بينات لسر وسر فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله فلمك أو وتي ما وتي أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقامه نعلم مقام إبراهيم لأنه في معنى أمن من دخله يعني مقام إبراهيم وأمن من دخله أما أو دي أمر أي ننا جزب أخلاق موت هي كان أخر مقام إبراهيم من والدها وتمان منها مقام إبراهيم أجر وابل سلو أساس برو أم يعني منها أمن من دخله وايا أجر بيشين بيشين مقام إبراهيم مثلا مقام إبراهيم بدل لبري آياتك أمر أو بدل أم يجر عتب بيته بس مقام إبراهيم إنت لازم لك من هاي بو مقدر كي بيجي منها أمن من دخله وايا بلقوا علي شيء علي فيه آيات بينات مقام إبراهيم هو أمن من دخله مثلا أجر مقام إبراهيم كالنواهي أبوه فيه آيات بينات أمن من دخله أو أمن من دخله ببدل حالبين جاء ديار أما كوتي فيه آيات خوي تنويني آيات تكثير قليل يعني آي زوري كيايا أيبو فقد أبندواني باسكر لها مؤلوهم آياتانا ألي اقتصر يا اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة شاكا يعني اقتصار كريا بذكر أمدوان لبريهم آيات زور وطوي ذكر غيرهما وذكر غير أمدوانا بيشراوتوا هر أوني بيان كروك هيا وكشي وايا أما كأجر مثلا لنوشان شتاتو دواني باسكيتو أواني ترين علي ولك قوله عليه السلام وكبي غنبر فرموية درودي خويلة سربي حبي بإلي من دنياكم ثلاث يعني لم دنياي إيوا سيشد للاي من خوشويس كراوا يعني بوم خوشويس كراوا خوش مول الطيب يكي كان بوني خوشة دو والنساء جنم خوشة خوشم لجندي شاكا أمر بوسيها مكي عليه وقرة عيني في الصلاة روناكي شاوم لنويجعه واتبا نويجكتين شاوم رونا بيتها أما جزي حبيبة كان نيا
دواني وتلوانا حالبين بوشي جاهر او دواني زيك هر او دواني من زيك كر ولا لي ان فيهما غنيه عن غيرهما في الدارين شاكا شنك لو دواني دا بنيازي هي لغير او دواني في الدارين لدنيا ولا قيامته يعني فرمودك في غنبري جوج قال سربيه ما سوتي الطيب والنساء ابو ما سنشتكي كتير ولو هو العباده بجيجي او بيجي وتدي قره عيني في صلاتي يعني روناكي تشاوم لانه يرجع تاني متواجبين بار حيفي اوي توزيحي ندى ولا السري انتو تياني توزيحي ندى واوي باسي اوينك دوا بلا زاهرا هروي او مثلا قرة عيني في الصلاة ناكري يكيبي لسيانك كواتا أويش مثلا آيات كجمعة كمعمولة أقل جمع سي أشياء سيدان آيات بواية كشيلة سيدان آياتك دواني هاورد بواوي كمطابق جمعة بيتو إنسان انتظاري أبو مثلا أبو شاني أبو دانيتري شبينة مثلا ولو دواني هنا شنك لأن فيهما شن لدوانكا غنية هيا بين يازي لغيري أوان في الدارين لدنيا ولا قيامته. إيه نبغى. ديار أوكب بين يازي حصل في الدارين لدنيا ولا قيامته. يك كان بقاء الأثر مدى الدهر دوانك. يك كان أمريكا أو يك كان بقاء أثرك أبو أثر قدمك أو بدري جاي روش قارة. شاكا. أمجر بقاء الأثر دي مدى الدهر والأمن من العذاب. يوم القيامة وأمن العذاب للروج قيامته دي أمجر ومن دخله كان آمنان كان آمنا من عذاب الآخرة أويا أنبو أويا دي أمجر أوش أنبو دنياك أو أردشك كعبها يتيها مشل برشاوي خلق ديالا بي وببواني أو أسروا نشانداني أو أسروا باعيس بيك دلي خلقك أو ببيني ولو بفكري رابك شيء أو أنشك دليان رأك شيء أمين بالله عذاب آخرة قال عليه السلام في غمر الذي خاصه فرميت من مات في احد الحرمين اگر كسيليك لو دو حرم بمريه بعث يوم القيامه امنه لروج قيامته بامنيته زندو اكريته ايش نوت رس حديثك تخريج حديثك موضوعه ها على موضوعه لا لا الحرم ام جال وعند ابي حنيفه لا ابو حنيفه ام قصه رمى لزمه القتل اگر کسی لازم بی بکوچری کشتنی لازم بی سبی ردتی نبره که مرتد بوده، آو قصاصی یا ببونه قصاصی لسره، آو غیری ما یا غیری آوانه و کوزینه محسن و منه، لم يتعرض له لود دسی بون عبری لون، ایشیا کری، بل اولجی ایل الخروجی، بل کوزوری بو اهندری کاری که وابکری که بیت دروا، مثلا نو آوی نادری تعلب رسا بیت دروا یا مثلا بجوريك زوريك يبو بيكا نوين نمي نوبيت دلو أما توا وجاء أمجا فرموي ولله على الناس حج البيت بو خدايا لسر خلق زيارة كرني بيتك وايك خوان فيالين حج زاهرا بو إلي لدستوري أم حج يداو أمانا شنك ديارة خوي نوعك بختواريت يعني نوعك نيشانة هيا لسر حقانية أم دينه إنسان لو يعيبينه وكو أو مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أو شتانش كبو مقام إبراهيم ذكري كرليوا جاديار أو حجي واجب كردوه لسر خلق بو أويك خلقك هركس يبشي لزندقية لاني كم رايك بو أوي أو شتخارق عادانة ببينه يعني شي ولله على الناس حج البيت يعني قصده قصد بيته قال لي زيارة بو زيارة على الوجه المخصوصي بوجه مخصوصة كخوما نزالي وقرر حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص حج بالكسرين إخوان ديانته كواتا حج جدرس حج البيت وهو لغة دي بخنوة وهو لغة نجدي لغة نجدي أوان رأي حج نجدي كان واحد أمر فرمي من استطاع إليه سبيلا لسنها مناسقان يعني وكبري لله على من استطاع إليه سبيلا لسر أو خلقك أتوانت شنبو حج أو ما نكني من استطاع بدل الناس بدل البعض من الكل بدل البعض لكل مخصص له تخصيص أداة
يعني لسان همو كازنية بل كل لسان مستطيعة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، يعني في غنبر دور يقال بخوي استعدنا بزاد والراحلة، يعني ذخيرة سفر بيبي ووسيلة شواريش بيبي. وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني أو داناني في غنبر دور يقال بخوي وشوية فرمودك إمام شافعي بقودك تأيدك تعالى أنها بالمال، تعالى استعب مال نقب بدن كواته. ولذلك هل بر أوى أوجب، يعني شافعي أوجب الاستنابة على الزمين، استنابة يعني حجي نيابتي، مثلا كسب نائبي خوي ابن ريبو حجك لسر واجب كدوة لسر الزمين لسر كسك لعرضا كوتوه ناتواني كي لسرتي. إذا أوجد أجرة، إذا وجد أجرة من ينوب عنه، أجد لشتك بيبي كري كسيك بيت نائبي وبيني يا مثلا وحجك. وقال مالك رحمه الله تعالى أنها بالبدن، ما إما مالك فالميتي نخي استعب بدنه أقلتواني حجكو نشتوانيش. فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق واجب لسأل أوكسيك أتواني برواو للريشة مثلا كاسبيكا بو يحجكي. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين، يعني بهردك يعني هم بمالو هم ببته. والضمير في إليه للبيت، قالت شو إمام مالك فروتي ببدنا لو أنا حجي بدل دروز نبي بوزينو إنها بو مردو معلوم بيت. والضمير في إليه من استعى إليه سبيلا بو بيت شتو أبي الحج يا بو حج شتو. وكل مأتي إلى الشيء وكل ما أتى وكل مأتى مأتى باسم باسم مكان بيقرأ إلى الشيء فهو سبيل. هل ما أتى إيش بقى؟ ما في ما أتى كدروز بيبعشة، يعني هرشي ما أتى يعني ما أتى به، يعني شويني إتيان به أو إتر مثلا شويني دزرسيب أو شتبه وسبيلي أو شتبه حالبين. فأتم نسعى إليه السبيلا يعني مأتن، يعني مثلا بهالحال شويني تشون استعي شويني تشون كويتا سريقا يا كويتا بواري حجوة. ومن كفر يما أتاج بي يعني كل ما أتاجي إلى الحجي إلى الشيء هرشي كبلو شد بشيء أو سبيليتي، يعني ريدة غصيبة فيه. ومن كفر فإن الله غني عن العالم، أركس يبي باور بو وأم حجينا كردو بمهم وآثار إما إنها ولا وأخوي جورا بينياز لهم عالم، يعني كل شيء كافر بيبو أخوي جورا زرارينية أو وضع وأشياء وضع أشياء من كفر به ومن كفر يدو نوع هيك كفر كه بلى ولا عمن مولع عمن من لم يحج جاء أوني أما نيزافيت أمره، يعني وضع كفر مولع لم يحج، يعني من لم يحج. ولي أقل لا من كبير شبيبه، يعني وضع من كفرك لجي من لم يحج عن الياه حالبين بوشي جاء أودا. مثلا أخذ باسي حجبه الشيخ ويقول بجيقي من يسأل ومن كفر بفرمايه ومن لم يحج، يعني يا عباد ومن استطاع ولم يحج، يا ومن لم يحج مع الاستطاعة بريان مع بري توفية الشروطي لقرواها كشفت كان هيا. فإن الله غني عن العالم ولواين فرقه بوشي مثلا فروي من كفر بجي لم يحج كفر هاولد تأكيدا لوجوبه، بو تأكيد وجوبك يعني زور واجب فيتالواني بيك حتى نكردنك لواني سركش بولاي كفر بباوري وتغليظا على تاركه وبو يستخدمي كان سلوك سلوك ترك حجتك. ولذلك قال عليه السلام من مات ولم يحج فليمد إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أركسي بمريو سحجي لك وبلام حجك نكا باب مري جاء في خوش بجولك بيا نصراني بي أو حديثي شو موضوع عباش شاتر بغي. وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوهه، يعني لم آية تدا كاروباري حج بچن شيويك بهيس كلاوة،
يكم الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر تاكا يعني وقت إخوة الدورة وجوبك بإيما نشان دا بصيغة خبر بما نشان دا دي خلط ومساء أقر خبر داني شيء لجي إنشاء مبالغي تيايا مثلا عيسى كان من بجيغي أو كبليم بالي بشو بو فلان شوين مثلا بشو أوم بو بينا حالبي مثلا بو أمريكا أشي بليم مثلا قم من مكانك هسه لو جيغي خوته حالبي أو أخته اذهب إلى الماء مثلا أم جار فأتي بشربة من الماء لي أو ولي مثلا وقت واهية علمنا تقوم من مكانك بخبر وتذهب باشا وتذهب دي أري بابي وتذهب فتأتي مثلا بشربة من الماء حبيب خبر دينا أعمك بخبر هنا ما يعني شيء أما يعني من ترف كم كمأمورة نيازي بأمر بيكرد النية حالبي خد بخد خوي ببيئة وكأمر بيكرد النية وظيفة خوي أناسي ياب أما إترنية أما خوي سرعتي أمره يعني سرعة أبياني لرشا كوتوتي لله على الناس حج البيت أما جملة خبرية يعني. طالما بأخدها أو بوخدا لسر خلق كده بوخدا لسر خلق حج كردن شاكا حج كردن لسر خلق عشبي كان بوخاي بالولدات جاوا الشكه خوان في اضافه اخين لو ولا جملك خبريه اينا بوخدا حج كردني بيت حج كردني بيت بوخدا لسر خلق ها انشاء ثانيه باشا كان جملك خبريه يعني مثلا نيازيان بأمر فيكرنا بأويك أمر يعني فيكري أبي أبشن جيب جيك أما أول كواتا أما كجملة خبري لجي إنشاء دانا وخوي نشاني شدتي وجوبة أو جارة وإبرازه في الصورة الإسمية وجملة خبري كجي بصورة إسمية دانا كمعمولا أشيء لسر أو بيرو باور بوجوبة أشي بردوان بن أما ثابت بن للايكو للايكي تري شوى بازم تأكيدي طلبك زيادة رقياني وإراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناس وواردش كردوه لسر وجه كيوا كمفيد أويا كأما حق واجب بوخواي فرودقار بلقذني خلقا شرقي لله يعني حق خوايا بلامي تمليك أو جسي أو جر على الناس بعلاك بو استعلاها يعني بسر قردني عنوية تشتي في الزماغ يعني أو اختا وتعميم الحكم أولا ولا أول حكم غير تابق ربوها مناس دواي أو تخصيصه ثانيا أمر تخصيصي كذلك فإنه كإلاح بعد إبهام أو جو إلاح بعد الإبهام وهيك إلاح بعد الإبهام مثلا تأكيد زيادة الكاية وأم جارا وتثنية وتكرير للمراد هل يا وتثنيتين وتكرير للمراد يعني وك عليك إلاح بعد إبهام وكو تثنية مثلا دوبارة كرنوا تكرار كرنوا يا بو ما بستك وكو دور رازي تكرار كبيت الله رازي على الناس كوام مستطيع كان لنا وناس كان أمر في فرموه لسر مستطيع وكو كوات دور أمري بمستطيع كردوه يكي بس يكي كلي لنا كمستطيع لزمي ناسك هيا إكي الرأس توخو وكل أفعالي مدحو زما يجي مثلا نعم الرجل زيد تو دو جار مدحي زيد كردوها يكيك لزمي الرجل كايا إكي جوا زيد خوي تر أما أم جارا أولا وتخصيص ثانيا فإنه كإلاح بعد إبهام وتثنية وتكرير للمراد وتسمية ترك الحجي وهيك تلا مبالغة كان ناو برده كردني اوايا ناو برده كردني تركي حجب كفر يعني تركي حجي ناو ناو كفر من حيث انه فعل الكفارة يعني فعل كافر كان نكرني حج ام جارا وذكر الاستغناء وذكر الاستغناء وذكره
بلى. هو تودي غني. أري. هيك تلاقي ذكر استغناء فإنه في هذا الموضوع عين. يعني استغناء عالم شو أنا ده أو الموضوع غني عن العالمين لم شو أنا ده مما يدل على المقت والخذلاني. لو اشتعني كذلك أنا سر رخي خواي فرولد قال لسر وك خواي جورا دس بر أدالة بشتي أو كساني ك بشتواني الناك يعني هذي الناتي أو أنا ك حشتك كن. وقوله عن العالمين يدل عليه وأخر يقول تعالى عن العالمين وتعلق بسبا غناك وشاك أو الدلالة كالسة أو مقت خذلانه لما فيه من بالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان باشا لبرو أويت يا هيكا لبرو يدل عليه ذلك لما فيه لبرو كهيا لا أو عالمين كذكر كراوة لمبالغة تعميمه آخر باو مثلا المستطيع حجناك بوشي مثلا لو أخوي يقول بيزاري لعالمين در بريوة أو جار والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان وهروها دلالة أكالس الاستغناك لما فيه لبركة من مبالغة التعميم وهم دلالة لسال استغناء عنه وكأن لعالمينك بشي بالبرهان ببرهان وببلغة عندويتي شن أذاني شو أنا قريتي مثلاً يا وكوبله من بينيازم لا أوى خاي جورة بينياز لا شيء بينياز لعالمين واي فرموا لحالة كالي وا مناسبة بين بينياز لمستطيع حالبي بوشي شن كمثل عالمين قبشة كلام أوكو كبرى وايا أوكو كبراي قياس وايا كخواي جورة بينياز لعالمين ده لولا وكان يازي بعالم مسوق وبلاي بله داي المستطيعو غني باش المستطيع مثلا بله كل مستطيع لا يحجو باشا بله يا الله غني عن حج المستطيع شاك بوشي لأنه غني عن العالمين دي أمجار أو مستطيع كجيكك لعالمينك وقتك بين يازم العالمين بترق الله بين يازم لهش هوا بو مبالغة قيل يدي دي أمجار والإشعار بعظم سخطي وهل وهذا البريني أو شكابة قورينا سخطك نار رازيك شخواتشن نار رازية ببوني إولا العالمين لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن جاء باشا خواهي قربو أم حجي أو نبلا وقرنقا شن تكليفك سخطة كوكروي بين شكاندني نفسه مثلا رنج بيداني بدنه صرف ماله تجرد لشهواته روكردن خواهيه أعواني هموتياه بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله يعني أنا وأنا هموتها هموكو وكاتو روية أنه لما نزل صدر الآية أقسلت آية كنازل هو الرواية هو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب الملل أرباب هيتو ما أو بابي نسولي ما أو بابي يرجع أرباب بي. أرباب الملل فخطبه خطبه وقال إن الله تعالى كتب عليكم عليكما الحج حج لسن نسي فحجوا فآمن به ملة واحدة يعني يقدس تبرين إيمان بفيغمبر هنا وكفر به خمس ملل وفينج ملات فينج دسا يبا ورب بحجك يا بفرمودة بفيغمبر فنزل ومن كفر أمر أوي إذا مكينا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني جوان ماري باهر أوان قبول ماري موفق بشكل